مساء الخير، مساء الخير، وأهلا وسهلا بالضيوف أيضا الأخ علي والأخ محمد جلال. الله يحفظك. معاليك، اليوم كيف يمكن أن نقرأ أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة إلى سلطنة عمان الشقيقة يوم غد؟ أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ هي أولا كما ذكرت هي زيارة دولة، وفي العرف الدبلوماسي زيارات الدولة هي أعلى طبيعة للزيارات الرسمية بين القادة. يزور فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق. هذه الزيارة بلا شك هي زيارة تاريخية، وتأتي حقيقة لتوطد علاقات ليست فقط تاريخية، بل هي علاقات أيضا أستطيع أن نصفها بأنها علاقات عائلية وأخوية، أخوية. فعلاقات الجيرة التي تجمعنا بسلطنة عمان هي علاقات حية، حيث نرى أن هناك مدن كاملة وقبائل وأسر على طرفي هذه الجوانب من التاريخ، يحملون الجنسية العمانية بكل فخر ويحملون الجنسية. نعم معاليك، معاليك هل تسمعني؟ رئيس الدولة، نعم، بأن المصير واحد والمستقبل المشترك أيضا واحد، نستقر معا وازدهارنا أيضا مشترك. بلا شك. هذه الزيارة تأتي وإذا تابعنا حقيقة الشريط التاريخي نستذكر جهود يعني الراحلين الكبار الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، والسلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، والشيخ خليفة بن زايد رحمهم الله جميعا، والذين عملوا حقيقة لتعزيز هذه العلاقة و يعني زيادة التنسيق في العديد من المجالات، ونقلها أيضا من مجرد عبارة أن هي علاقة عائلية وعلاقة تاريخية إلى أيضا علاقة حية، حيث المنافع متبادلة للبلدين وللشعبين. فهذه الزيارة في تقديري وفي هذه في هذا الوقت بالذات هو إشارة من جلالة السلطان هيثم صاحب الدعوة، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ملبي هذه الدعوة، إلى يعني طبيعة هذه العلاقة وحرص مسقط وأبو ظبي على أن هذه العلاقة تكون في الصدارة، وضرورة تجديد هذه العلاقة لكي تتجاوز مصطلح العائلية والتاريخية والتعاون، لأيضا تكون علاقة أيضا مهمة للمستقبل من خلال التبادل التجاري والاستثمار والتعاون العلمي والتعاون في مجالات عديدة من الثقافة إلى الطاقة وما إلى ذلك. فمن مصلحتنا أيضا المشتركة بأن هذه العلاقة تكون عصرية، وأن تكون أيضا منافعها لمواطني البلدين ولاقتصاد عمان واقتصاد الإمارات. جميل. معاليك، اليوم إذا أردنا نتحدث عن هذه الزيارة والقواسم المشتركة بين الإمارات وعمان، وأيضا المضمون والنهج والرؤية بين قيادتي البلدين في ظل ما تمر به المنطقة يعني بشكل عام من تحديات مختلفة، كيف يمكن أن ننظر لمستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين؟ نحن شركاء في التاريخ، شركاء في الجغرافيا، وشركاء أيضا في استقرار المنطقة وفي ازدهارها. لا يمكن أن يكون أي من البلدين بمنع حقيقة من يعني التغيرات اللي نراها في النظام الدولي والتحديات التي نراها في المنطقة إلا من خلال الاستقرار المشترك
لعمان للإمارات ولمنطقة الخليج العربي ككل. وأيضا لا يمكن أيضا أن نتحدث فقط عن مصطلح الاستقرار دون أن نتحدث عن مصطلح الازدهار. لابد أن تكون هناك أيضا منفعة اقتصادية واستثمارية مشتركة تعود بالخير على مواطني البلدين الإمارات وعمان وعمان والإمارات. وأنا استعمل هذه الكلمة لأن طرفي المعادلة مهمين جدا من هذه الناحية. ففي تقديري اليوم الأرقام تتحدث، التبادل التجاري اليوم بين الإمارات وعمان هو 50 مليار درهم، وهذا الرقم هو رقم جيد جدا ومشجع، ولكننا أيضا أعتقد يجب أن يكون طموحنا المشترك إلى تعزيز هذا الرقم. هذا الرقم يدل على حجم العمل الذي هو بين الإمارات وعمان. أعطيك رقم آخر أيضا اللي هو أن هناك 3600 شركة عمانية وإماراتية تعمل بين البلدين. طبعا هدفنا هو أن نأخذ وضع مثل ما قلت، أولا القواسم المشتركة عديدة، والحديث عن القواسم المشتركة مهم للغاية، ولكن الأهم من ذلك والحديث عن القواسم المشتركة هو حديث حقيقة عن الذي نعرفه جميعا. الأهم في تقديري هو زيادة يعني التنسيق وتعزيز مجالات العمل المشترك بما يعود كما ذكرت بالخير للمواطن الإماراتي والمواطن العماني. وفي تقديري أن هناك مجالات عديدة وهناك اهتمام مشترك، وهذه المجالات ليست هي أيضا فقط في الجوانب التقليدية، فكما أن هناك اهتمام بالتطوير السياحي والبتروكيماويات والتبادل التجاري، وهذه جوانب نقدر نسميها يعني طبيعية، وهناك العديد من الجهود المشتركة في هذا المجال، ونرى ذلك أيضا في الجهود المشتركة في القطاع السياحي. هدفنا أن هذه العلاقة ننقلها أيضا إلى جوانب أخرى، في جوانب مثل الطاقة المتجددة، في جوانب مثل الأمن الغذائي، لأن التحدي مشترك. التحدي مشترك، ورأيناه أعتقد في أزمة الكوفيد، سواء هذا التحدي كان أزمة وبائية كما شهدنا أو تداعيات هذه الأزمة الوبائية من مسائل سلاسل الإمداد وغيرها. فالذي أود أن أقول حقيقة أنني لا أضيف جديد إذا قلت بأن العلاقات الإماراتية العمانية أخوية، ولا أضيف جديد إذا قلت بأن العلاقات العمانية الإماراتية تاريخية. الجديد هو الرغبة المشتركة في قيادة البلدين للبناء على هذه العلاقة الوجودية لتطويرها وتحديثها، بحيث أن هذه العلاقة تكون مهيئة للقرن 21. هناك رؤية طموحة في عمان اللي هي رؤية 2040، وهناك أيضا برامج طموحة في دولة الإمارات. وأعتقد هذا التحديث والتنسيق للمستقبل هو ما يجب أن يكون نصب أعيننا، وأنا مدرك يعني إدراك كامل بأن صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد هذا طموحه هو تطوير هذه العلاقة التي يدرك أنها مهمة منذ يعني فترات يعني ضاربة في التاريخ. والشيخ محمد هو يعني تلميذ مدرسة والد الشيخ زايد، والشيخ زايد قبل أن يكون حاكما لأبو ظبي كان أيضا حاكما للعين، وبالتالي يعني هذا الالتصاق حقيقة بجارنا العماني هو جزء من الوعي وتطوير هذا الوعي كما ذكرت ليناسب المستقبل وليخاطب أيضا جيل جديد في الإمارات وعمان، جيل يعرف في زمن التواصل الاجتماعي
بأن إحياء هذه العلاقات وتحديث أولوية، وهذا ما نسعى نحن إليه أيضا بإذن الله تعالى. إذن معاليك غدا زيارة دولة لصاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عمان، باختصار معاليك مثلا ما المتوقع غدا من هذه الزيارة؟ أبرز الاتفاقيات التي نتوقعها، وأيضا مستقبل برأيك مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات المختلفة؟ أولا طبعا نتوقع كل خير، فإذا كان رئيس دولة الإمارات شخص مثل الشيخ محمد بن زايد توقع كل خير، وإذا كان سلطان عمان شخص مثل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق فتوقع كل خير. الاتفاقيات طبعا التي سيتم توقيعها عديدة غدا، ولكن كالعادة لا نود أن يعني أن نستبق هذا التوقيع بالحديث عنها اليوم، ولكن اتفاقيات عديدة تصب أيضا في زيادة وشائج التعاون بين الجهات والمؤسسات المختلفة الحكومية والوزارات وما إلى ذلك بين البلدين. أما في الشق الذي يتعلق بمجلس التعاون، ففي تقديري أن هناك يعني أستطيع أن أقول بأن هناك يعني رؤية استراتيجية مشتركة تجاه مسائل كما ذكرت ثنائية الاستقرار والازدهار، وأنا أعتقد أن استقرار المنطقة، إبعاد عن الصراعات، بناء هذه جسور التواصل ليس فقط بين الإمارات وعمان لكن المنطقة الأشمل والتي هي أيضا بيئة عمان وبيئة الإمارات، فأعتقد أن الرؤية مشتركة بأن العقد القادم والعقد الذي يليه يجب أن يكون عقد اقتصاد واستثمار وتكنولوجيا وبناء للمستقبل بامتياز. وأنا أعتقد أن في رؤية عمان وفي أيضا توجه دولة الإمارات هذه الرؤية الغالبة، الرؤية الغالبة بأن المنطقة ومن خلال رافعة كدولة الإمارات ومن خلال رافعة كسلطنة عمان أن نغير حقيقة في المنطقة إيجابا، نعم، لكي تكون منطقتنا أيضا جزء من عالم مزدهر يعتمد على توسيع اقتصاده من خلال جداول جديدة من التكنولوجيا ومن الجوانب اللي تتعلق بالطاقة وما إلى ذلك. نعم، إذن كل الشكر معاليك، شرفتنا بهذه المداخلة. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، كل الشكر والتقدير لك معاليك. شكرا جزيلا.